دي 7 شهور تعلمت العب لول وتطورت من سيلفر وصلت برونز. مبروك مبروك. هو التطور الاصلي كذا دائما، يعني تبدا تتحمس دوم تنزل بعدين تبدا تطلع، صدقني ما دام نزلت it works. جبت بلات بعد سنه بارك لي، مبروك. بس ريليفنت، اهم شيء تتعلم، ما يفرق الرانك، كلنا كلكم تركزوا على الرانك يا يعني. ايش الرانك هذا حسير، ايش الرانك هذا حسير، it doesn't matter. What matters is you learn، لانه طالع فيها من المنطلق هذا، تلعب سبورت يومي توصل دايموند. طبعا هذه دب على صاحبنا، هل هذا معناه انت فعلا يعني بطل مغوار وكويس في اللي انت تسويه؟ ممكن، بس at the same time ممكن لا. لعبت شامبيون ولعبت مع جروب شامبيون، ما يفرق الشامبيون سهل ولا صعب، ما تعرف الفاندمنتلز، طريقة لعب الشامبيون تؤدي انه والله اذا التيم لعب كويس انت you get نيو انسحب معهم. Of course you add value، هذا مو معناه انه انت كويس. فبدل ما اركز انا رانك A وانت رانك A، طبعا اكيد يعني لو وصلت تشالنجر يفرق ما فيها كلام، بس anything below diamond or 3 is practically garbage. بس انا واحدة وصلت بلات، هذا شيء ممتاز جدا يعني، الله يسلم. استمر الكونسبت انه انا مو عشان انا اول سنة وصلت بلات انا صرت كويس، لا انه ابغى اتعلم واتحسن الى ما اصير جدا ممتاز وبعدين اطلع. نجي قول الله يموت روح. يسوي ايه لالتي؟ باي باي. لا نو انجيج ذس بيت تقدر تقتلهم كلهم، هذا كويس كيف اوكي وان شوت. مشكلة مو مني والله، انا عارف العب وكري يجيني سبورت يتر ولا اي سي مثلا لما العب، جين المشكلة منك صدق. جمع نقاط، بعد ما تجمع نقاط تعال اسوي لك كوتشنج، اوريك ايش المشاكل اللي انت بتسويها بعدين نشوف. روح معه روح معه. هو قدامي بس وضعك جي جي. اي مقطع شوف مقاطعك، في عندي سلسله اسمها تعلم اساسيات ليج اوف ليجندز، ابدا من هناك، بعدين في كوتشنج سيشنز كثير مسويها لكل الرولات، اتفرج عليها وشوف انت ايش انت ايش بتسوي زيهم، سوي علامه تعجب اساسيات، شوف السلسله هذه. الطريقه الوحيده اللي تقدر تحسن فيها في الجيم هذا انه انت تنسى التيم ايش يسوي وتطالع في غلطك بس، والباقي ما هو ضروري، ما تقدر تتحكم في ايش التيم حقك يسوي، بس تقدر تتحكم في انت ايش تسوي. Thank you.
البوت سايد حقي. يس دي دي سي جاي سؤال. اوكي يلا I think it's worth it. 142 is worth it. شوفين شوفين يا عيال يمكن جاكس افضل سبليت بوش. ايوه كان افضل المفروض ما يجي تيم فايت يجي سبليت بوش بس لانه هذا الجيم لعبي مو قاعد يتحسن بشكل ملحوظ وغالبا ما انتبه الغلط. ايش الحل؟ لازم تتفرج على قيامك بعد كل مباراة او مو بعد كل مباراة نهاية كل يوم. ودائما اقول لكم اللي بيتعلم الجيم يو هاف تو ستارت ابلاينج لازم تبدا تفعل موضوع الاكتيف ليرنينج التعلم الاكتيفي. ايش بالعربي هذا الاكتيف ليرنينج؟ اكتيف ليرنينج التعلم الذاتي. لا مو ذاتي غلط. اكتيف معناها تعلم النشط. الذاتي معناها باسيف التعلم الفعال. الفكره انه نبغى ناخذ اكشن ما نبغى من دون ما نفكر نتعلم. لا نبغى وي ستارت ابلاينج نبغى نستخدم تولز ولا حاجات مسببات خلينا نتعلم. مثلا في المدرسه ايش علموكم؟ لما تبغى تحفظ اي حاجه تكرر تحفظها يعني. وفي الناس ايش تسوي؟ تقراها مره وبعدين تكتبها مره. لما تقراها حتنساها لما تكتبها حترسخها right? يعني جزء منها. انا بعطيك مثال مره بسيط يعني المعلومه هذه ترسخ بعد ما تكتبها مرة اثنين ثلاثة. فأحيانا كانوا إحنا صغار يعلمونا إنه إيش أكتب الحاجة أكثر من مرة لين ما تمسكها وتتعلم. لول يعني نفس المقومات. أول شيء سمعت الثيوري سمعتها مني ولا من أي أحد ولا شفتها قدامك وقلت أنا حطبقها فطبقتها جيم أوالي أكتبلي أنت مفوكس ومنتبه. بعدين لما يعني رجعت لوضعك الطبيعي وانت تلعب من دون ما تنتبه لقيت نفسك ما عاد تسويها. هذا معناها you did not committed to your subconscious memory يعني للمسل ميموري حقتك. ايش معناها لازم تسويه؟ لازم تبدا تفوكس لين ما انت تسويها كل جيم كل جيم كل جيم لين ما تصير هي تصير يعني بذاتك من دون ما تفكر. وما ينفع الكلام اللي بيقوله سايلنس لانه في ناس يلعب 4 و5 و6 و10 آلاف جيم وما زال ما يفرق. اعرف شباب بيلعبوا من 8 سنين ما زالوا ايرون اور برونز يعني كانوا برونز وصايروا ايرون. ما فرق مع التعليم ما فرق مع التكرار. سبحان الله كل بني ادم دو طريقه تعلم مختلفه. في واحد من السمع يكفي في واحد لازم هينست كوميتد في واحد لازم يشوفها فيجوال في واحد لازم يطبقها في واحد لازم ياكل كف واتيفر. فانت تعرف نوع الشخصيه حقتك وتعرف كيف تتعامل معها. انا من الناس اللي عشان اتعلم اعطيتكم اكثر من تكنيك يعني اللي يعني اللي سويت لهم كوتشنج اعطي له اكثر من تكنيك على اساس كيف يحاول يعلم نفسه ويجتهد ويخرج من الرت اللي هو فيه. تبدا ب ب ب ب بتحاول يعني بمحاوله انك تفعل زي ما قلت لك انه انت تتعلم بطريقه اكتيفيه. اجين ما نعرف ايش الكلمه الفعاله. تتعلم بطريقه فعاله. ايش تسوي بعد الجيم حقك؟ تفك الجيم وبعدين تبدا يعني. او لو تفرجت على الكوتشنج سيشنز حقتي في يوتيوب حتلاقيني نص الكوتشنج سيشن وانا بتكلم مع يعني مع الشخص اللي بسوي له كوتشنج. ايش دائما اقول له دائما لازم انت وانت بتلعب في كل حركه تسال نفسك ليش انا بسوي كذا ليش انا
بسوي كذا. الويف حاليا الناس اللي قدامي ما هم موجودين قدامي انا، وانا من دون ما افكر ماشي اضرب المينيونز. ليش انا بضرب المينيونز؟ فابغاك تسال نفسك السؤال هذا باستمرار، عشان كل مره تسال نفسك السؤال هذا حتلاقي يا حتلاقي نفسك تجاوب، يعني حتلاقي نفسك تجاوب بثلاث انواع من الاجوبه. واحد او يعني نوعين رئيسيه، واحد تجاوب فعلا على السؤال بطريقه فعليه، انا ابغى اسوي كذا عشان هذول رجعوا، عشان ابغى ادف الويف، انا ابغى اوقف الويف وبسوي لها فريز عشان اسوي ريكول، فانت عارف ايش بتسوي. الجواب الثاني انا ما ادري، ماني عارف ايش بسوي. الجواب الثالث وات ام اي دوينج، انا ما بفكر انا بس بدف. فهذه الثلاثه كل واحد منها له تعامل مختلف. اللي انت عارف ممتاز، اللي انت ما انت عارف برضه ممتاز. اذا ما لانه ما انت عارف، اذا ما انت عارف انت يو كان ابلاي ليرنينج تكنيك ولا اليرك ريسيرش، انه انت تروح اوكي هذه انا ماني عارف ليش اسويها، اروح اسال شخص، اروح ادور اونلاين، اروح الاقي المشكله اللي انا بواجهها. لو انا ما بفكر نهائيا معناها او ماني داري، بس ماشي، مو ماني داري ايش بسوي. في فرق بينه سالت نفسي وماني عارف ايش اسوي وجربت اسوي حاجه ايش ما صار صار، ولا ما بفكر ايش بتسوي، جالس العب في بيوضي whatever it is. هذه واحدة من الحاجات. الطريقة الثانية الغلط اللي انت تكتشفه وانت بتلعب مثلا، يعني اوكي لقيت نفسك سويت غلط وانت بتراجع الجيم حقا، طبعا بعد ما تخلص الجيم زي ما قلت لك تراجع الجيم وتسأل نفسك الأسئلة هذه ثاني. لما تلاقي غلط فعلي أباك تأخذ الغلط هذا وتكتبه في واحد من النوتس حقتك. يعني أنا جات فترة إيش كنت أسوي مثلا، دينا نشوف نلف الشاشة، نحط الشاشة هوني أحيانا لما تكون المعلومة قدامك في الشاشة زي ما قلت لك موضوع التكرار هذا يساعد. في مشكلة شايفها في دماغي في طريقة لعبي بعد ما أرجع، فأقوم إيش أكتب لنفسي نوت عشان كل ما والنوت هذه قدامي عشان كل ما طالع فيها أفتكر. نفس الشيء إذا في حاجة أبغى أسويها، نفس الشيء أبغى أكرر اليوم نهاية السيشن حقة اليوم كم مرة غلط عشان ننسيت السامنرز حقون الناس. يعني كل ما أغلط أزيد 1 2 3 4 كم مرة مت عشان أنا جالس أسوي تشيس ولا I was greedy، كم مرة عشان ما انتبهت للفيجن وسويت فيس تشيك. هذه يعني حتعودك على انتو يو ايدنتيفاي اكبر مشكله بتواجهك اليوم ولا الاسبوع هذا ولا الشهر هذا، بعدين بعدين خلاص تقول تقرر اوكي بدل ما احاول احل كل شيء في نفس الوقت، لانه الناس سبحان الله برضو مختلفين، في ناس يقدر يحل كل حاجه في نفس الوقت، في ناس لا لازم يمسك حاجه ويفوكس عليها. بس اول طريق لحل المشكله ايش هو؟ اول طريق لحل اي مشكله ايش هو بالضبط؟ ايدنتيفاي انه في مشكله، اعرف انه في مشكله. اذا ما تعرف انه في مشكله واحده من حاجتين، يا ان يا يا يور نوت ايفن تراينج تو لوك فور ذا بروبلم، ولا يو ار يعني نوت ويل يعني ويل اكويبد انه انت تحاول تعرف تطلع المشكله. فهنا عندك طريقه، في ناس يقدر يستشف بنفسه ويروح يبحث بنفسه ويطلع المشاكل حقته، في ناس لا يحتاج دفعه معنويه او مساعده خارجيه. في كل الحالات ما انت عارف ايش مشاكلك روح اسال، بس اول شيء لازم نسويه نعرف ايش المشكله. بعد ما نعرف المشكله نركز على المشاكل الكبيره واحده واحده. اي احد درس جامعه ولا درس انجينيرينج ولا درس هذا، المفروض يتعلم البروبلم سولفينج تكنيكس رايت. عندنا مشاكل كثيره ولا عندنا مشكله كبيره، هاو دو وي تاكل، كيف نتعامل معها؟ نمسك المشكله الكبيره هذه ونقطعها لمشاكل صغيره ونبدا نحل المشاكل الصغيره واحده واحده لين ما تنتهي المشكله الكبيره كلها. سو يو بريك ات داون تو سمولر بروبلمز، السمولر بروبلمز هذه بيكمز مانجبل وممكن التعامل معها على حداتها. فهذه واحده من الطرق اللي يو كان ريتش. عشان كده اقول لكم انا دائما لما تلعب ريسبكتيف اوف وذر يوز دبليو اس ولا يوز شو اسمه سوات اناليسس ولا يوز سيكس سيجما وات ايفر تايب اوف اناليسس، دي ايديا از شوف الطريقه اللي تخرجك. في ناس ما يحتاج يكتب ولا شيء يا اخواني، في ناس خلاص عقله ريسيف خرج حلها فاين. انا بعطيك طرق يعني بعطيك الطرق المختلفه اللي موجوده اللي ممكن تتعامل بيها مع 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 المشاكل اللي تواجهها في اللعبه. المفروض تتعامل مع الجيم هذا بنفس الطريقه هذه، انه والله اوكي انا ابغى اتعلم، انا ابغى احل مشاكلي، اول شيء اكتشف ايش المشكله اللي عندي، بعدين اركز على حلها، واذا ما اعرف كيف احلها اقوم اطلع بمجموعه حلول، حل واحد حل اثنين حل ثلاثه حل اربعه، بعدين ابدا اجربهم، ومو اجربهم مره واحده فشل وانتهوا، لانه الجيم هذا is a game of probability يعني game of احصائيات. جالس بتلعب قدام دريفن وناتالوس غير لما قد تلعب قدام جينكس وزفت، فشيء ينفع مع هدول شيء ما ينفع مع هدول وهكذا. فتقوم في الترايل ايرور هذا اللي انت مستمر فيه لين ما انت تحل الموضوع حقك هذا وانتهينا.
بكل بساطة find a way to solve yourself. أنا عشان أكتب كثير أكتب نوتس كثير عامة، أنا طبيعة عملي أو طبيعتي أنا الشخصية خلتني كل ما أبغى أسوي شيء أقسم يومي لتشيكليستس لعمليات. بكرة عندي التزامات لازم أسويها، تلاقيني أكتب التشيكليست حقي على اليمين كذا، ما أستخدم النوت. في عندي يعني إن كان في 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 شركة في الجوجل تشيكليست، إن كان في لول أكتبه في نوت، إن كان في حاجة أكتبها في whatever. شوف الطريقة اللي تريحك على انك شو اسمه تتعلم وتوجه. ولا يهمكم الرانك يا اخوان، انا رانكي كده هل هذا كويس في اول سنه؟ انا رانكي كده بعد 5 سنين هل هذا معناه انه انا بطال؟ الناس كلها وصلت انا ما طلعت. No. هذا معناه انت تتعلم وامشي على البيس حقك، اتعلم بنفس الطريقه، اتعلم على الوقت حقك. كل واحد له وقته يا اخوان، زي ما قلت لكم ناس تعلموا في يومين وفي ناس تعلموا في سنتين. هذا مو معناه هذا ذكي وهذا غبي، هذا معناه انه هذا his mind is wired for some stuff بطريقه احسن من بطريقه مختلفه عن التالي، بلاش كلمه احسن، وهذا his wired for stuff that is احسن. كل واحد سبحان الله ربي اعطاه له نقاط قوه ونقاط ضعف يسمو بها، زي ما هو هذا ممكن احسن منك دي انت احسن منه بحاجه don't worry. فموضوع النوتس هذه بالذات اللي قدامك كذا، انا ما تجي عيني هنا الا اشوف النوتس هذه قدامي. I keep what I want to keep. طبعا في بعضها خلاص صارت يا رجل يعني زي هذه اهو 201 من ادفانتج اونلي فور اني مان كيپ ات. هذه جلست كل يوم اقول لنفسي لين كل بدايه ليرنينج فيز انا اول شيء افكر فيه هذه. فبس لما نعيد الايام حقتي اقوم اشوف هل انا طبقت الكلام هذا زي ما انا قلت لنفسي هطبقه ولا لا.